وسهلا بكم ببرنامجكم الصدق والكذب ضاع. بداية أنا راح أحكيكم عن نفسي. أنا كمقدم أو تعتبروني اعتبروني أخوكم. من يومين أنا طبعا ذاكرها أنا بلقاءات سابقة اللي هي من يومين اتصل بي زيدان وقال لي عندنا مباراة ومباراة حاسمة ومصيرية. قلت له ايه تفضل. قال لي بس اريد حركاتك مهاراتك كلاتك يمناتك يسراتك اي شيء اوف سايد اي شيء المهم من عندك بما انه انت معروف وتدري بوتن وجماعة بوتن. قلت له اول ما تبدي انت عندك مستطيل اخضر. المستطيل الاخضر هذا ترسم عليه هي الخطة تبدي بيها 4-4-2 4-4-2 هاي الـ4-4-2 انت من يمك تحددها وتنزل بيها كريستيانو. اهم شيء يكون بالتشكيله. اسمعني زين قلت له اسمعني زين كريستيانو اهم شيء بالتنزيله. قال لي اوكي. هو تعرفون انجليزي يحكوا اني لغتي عاليه وياه قلت له لازم تنزل اللاعب كروز نص ساعه لا لاعب ريال مدريد. زائدا قلت له لا تحف اسكو على الكراسي. قلت له اسكو نزله لاعب مهاري جدا سريع عنده لعبات جميله جدا باصاته كلها من اليسرى وكله عده مو طبيعيه. المهم ورا شويه انا سديت الاتصال خبرني ميسي. انا هنا حرت يعني انا شرت اقول له قلت له اني اسف لانه من شويه خابرني زيدان وما قدرت اني اعطيه كل شيء فلذلك سديت الاتصال وياه. بعدين اني اجى ببالي ان اتصل على وزيره الصحه لانه انا من زمان ما حاكي معاها. قلت لها الو جاوبت هي قالت اتفضل ابو فلان. قلت لها اخذي بالك واخذ الحذر لانه في شباب عندهم برنامج ويريدون يطقون دير بالك روحي راجعي نفسك والاخطاء اللي مسويتها بالمستشفيات والاشياء اللي راجعيها. هي ورا يومين اخذت الشباشب وراحت للمرضى اخذتها. ستوب لك بابا ايش قاعد تسوي؟ شنو؟ انت شو تحكي على هذا؟ ستوب كاميرا تريد تدزنا جني؟ لك بابا عنده تشكيلتين ما جن هذا حتى احتياط عنده. على شنو؟ اتكل عقلك تحكي عليه؟ لك بابا هو انتهازي وكذاب والعالم تخابر بيه وتذب دولارات انت شعليك؟ لك انت يا ماتك ست هدير وين؟ عامل لنا رسمه الخطه اليوم؟ مداح ايش طلعت هاي؟ عم تريد تدزن قناتك؟ لا يا ماكو عذرا حبيبي سحابنا الغالي. هذا المشهد محذوف وان شاء الله تلتزمي بكل طريقه وبكل روح رياضيه تدور قلبك ما بي لحد يزلنا جني. تفضل اطلع برا. ليش انا حجيت وياه؟ ما حجيت عليه كل شيء.